الموند، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحال ديما. مبروك عواشركم، مبروك عليكم عيد الفطر، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا وبزيد رزق وتيسير. ودائما في إطار تحضيرات عيد الفطر، فاليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم محبوبة المغاربة من طنجة للقويرة، اللي إلا ما كانش في الطبلة ديال الفطور ديال العيد ما كاين لا عيد لا والو، اللي هي الرغيفة المعسلة أو الرغيفات العيد. رغيفات العيد سبق لي شاركت معكم مجموعة من الأنواع ديال رغيفات العيد. الرغيفة الفيلالية هذه عامين شاركتها معكم في القناة، ودارت حالة في الناس من يجربوها، مذاق جديد بحشوة جديدة. العام اللي فات شاركت معكم الرغيفة المكناسية كذلك الأصلية والتقليدية المخزنية، حتى هي غزالة وعجبت بزاف ديال الناس. إن شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد جوج الأنواع ديال رغيفات العيد في صندوق الوصف، الناس اللي بغاو يشوفوا طريقة التحضير ديالهم. وهذا العام إن شاء الله كيف ما عودتكم على قناتي دائما جديد الوصفات المبتكرة والوصفات كذلك المخزنية الأصيلة. وصفة اليوم إن شاء الله هي رغيفات العيد ولكن بطريقة جديدة حصرية ومبتكرة. فيديو اليوم إن شاء الله جد مميز، غادي يكونوا رغيفات العيد ما مقليينش في الزيت، رغم أنهم ما مقليينش في الزيت كيجيو بهذا الشكل كي كتشوفوا، مورقين الورقة على أختي، كيجيو بحال مصوبين بلا بات فويتي، كيجيو مقرمشين مقرملين ومعلكين في نفس الوقت، مقرمشين من برا ومعلكين من الداخل بحشوة غزالة كتحمق، كيجيو خطيرين. سمعوا لي التقرمشة. كما سمعتوا كيجيو مقرمشين ومقرملين رغم انهم ما مقليينش في الزيت كيحمقوا. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوف المكونات وطريقه تحضير رغيفات العيد بلا زيت. بالنسبه لرغيفات العيد في الفران غادي نحتاج عندي هنايا 700 غرام ديال دقيق فوس الخاص بالحلويات، نوع ممتاز انا سبق لي وغربلتو. غادي نزيد عليه قبصه ديال الملحه باش ما يجيوش باسلين. غادي نزيد قياس 4 معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ما تكثروهاش غير شويه. الخل قياس واحد معلقه كبيره، ما تكونش عامره بزاف ديال الخل، انا غادي ندير هنا خل ابيض. قياس معلقه كبيره ديال العسل، انا هنا خدمت بالعسل الحر، ما عندكمش العسل الحر تقدروا تعوضوه باي نوع من انواع العسل اللي كيتباع في المحلات التجاريه، عسل السكر بلاش، ما عندكمش كاع نتوما العسل تقدروا تعوضوه بمعلقه كبيره ما تكونش عامره ديال السكر سنيده. غادي نزيد بيضة حجم كبير، نص كاس وصبع ديال ما زهر سخنته مليح، وزدت عليه شويه ديال الزعفران شعرة اللي سبق لي وسهلته في الفران، حكيته بين يديا باش يطلق هاد النسمه واللون والريحه ديالو. كتشوفوا هنايا نص كاس ديال العنبه وصبع من الفوق. غادي نزيدو، غادي نخلط هاد البيضه مع ما زهر والزعفران باش يلاه ينسجموا، حيت البيض كيكون فحال الكولا باش ما يبقاش مكور، ونبدا نجمع في العجينه. بالنسبه للعجينه اليوم ان شاء الله غادي نعجنها بمحلول النافع. عندي هنايا كاس العنبه الا روب ديال محلول النافع، خديت معلقه صغيره ديال النافع البلدي ومعلقه صغيره ديال النافع البستاني، درتهم في الفران سهلتهم. كنت كنطيب واحد الكيكه في الفران، ومني طفيت الفران دخلت هذاك الحبات ديال النافع للفران وهو طافي غير باش يرجع لهم الصهد ويطلقوا النكهه والريحه. من بعد ما تصهدوا هرمشتهم شويه في المهراز ودرتهم في هذا الكاس ديال العنبه، وزدت عليهم الماء هذا القياس هذا ديال الماء، وخليتهم حتى تلقوا تماما. راه واحد الريحه عاطيه من هذا المحلول هذا ديال النافع مجهده. هذا المحلول النافع هو باش غادي نجمع هذا العجينه ديال الرغيفات. فغادي نبدا كنزيد في المحلول ديال النافع شويه بشويه وانا كنجمع. محتاجينش انكم تخدموا بماء دافي اولا سخون، ماء بدرجه حراره المطبخ. غادي نبدا وانا كنزيد وانا كنعجن، ومن نسالي هذا المحلول ديال النافع غادي نكمل الجميع ديال العجينه بمزهر. كملت اضافه ديال هذاك المحلول ديال النافع، غادي نكمل العجينه بمزهر. غادي نبقى وانا كنزيد وانا كنجمع في العجينه حتى نحصل على عجينه بقوام متوسط، ما تكونش قاصحه بزاف، ما تكونش تاني جاريه مطلوقه.
صلي عندي بعد ما حصلت على قوام متوسط، ما كتكونش العجينه قاصحه كما قلت وما كتكونش تاني مرخوفه، غادي ندلك هذه العجينه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، نعطيها الكف. بعد ما دلكت العجينه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى ارتبط هكذا، غادي نجمعها في الماليمونتير ونخليها ترتاح باش ما ارتحت العجينه، باش ما كتعطي الطوع وكتكون نتيجه احسن. العجينه درغيفات من بعد ما خليتها ارتاحت مليح، غادي ندير دابا باش نشكلها على شكل كويرات ديال العجينه، يكونوا صغار، الحجم ديال كل كره يكون تقريبا قد الحبه ديال المشمشه البلديه ولا المشمش الماوي. غادي نبدا نقطع فيها، ملي كتخليوها كترتاح كتعطيكم الطوع، كتقطعوها طريفات يكونوا بهذا القياس هكذا وبلا زيت بلا حتى شي حاجه. غادي نبدا نكور فيها هكذا، ما ديروا لا زيت لا والو غير هكذا، ونستفها في بلاطو يكون مدهون بشويه ديال الزيت النباتيه. بعد ما كملت التشكال ديال العجينه على شكل كويرات، الكميه اللي عطيتكم كتعطيكم تقريبا ما بين 46 حتى 47 حبه ديال الرغيفات، اولا تقريبا 47 رغيفه، وضروري كدهنوهم من الوجه ديالهم شويه ديال الزيت من بعد ما كيتكوروا، وكتغطيوهم في الماليمونتير. غادي نبدا نشكل فيهم على شكل رغيفات، غادي نبدا باللولانيين هما الاولين كيكونوا ارتاحوا. قبل ما نبدا التشكال ديالهم غادي نصوب الخليط باش غادي نورقهم، لانهم غادي يطيبوا ان شاء الله في الفران، فباش يجيو مورقين ومقرمشين احسن كاع من الرغيف اللي كيكونوا مقليين او الرغيفات العيد اللي كتكون مقليه. غادي نصوب واحد الخليط باش نورقهم. هنا عندي كميه ديال الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز على شكل نوازيت، خديت الزبده ذوبتها وحمرت هذاك الحليب اللي فيها حتى ولا على شكل نوازيت، صفيتها وغادي نخلطها مع جوج معالق كبار ديال زيت الجلجلان المحمر. انا هنايا عارفه قياسي عيني ميزاني، هنايا قياس جوج معالق كبار عامرين ديال زيت الجلجلان اللي كيكون محمر، هي هادي ماشي غير هاد النوع، هذا كاين بزاف ديال الانواع ديال زيت الجلجلان اللي محمر كيكون اللون ديالها هكذا، زيت الجلجلان اللي كيكون محمر كيكون اللون ديالها مغلوق وفيها الريحه والنسمه ديال الجلجلان المحمر، عوض انني نخدم بالجلجلان المحمر ويبدا نطحنو ونعاود نغربلو، فغادي نخدم بزيت الجلجلان، عمليه سهله وبالزربه دغيا كتسربيكم. كاينه في كارفور مرجان جهه السود، كان كاين بزاف ديال الماركات، نتوما خدمو باللي بغيتو غير دو البال، ملي تبغيو تشريوها اختاروا زيت الجلجلان اللي كتكون هكذا اللون ديالها احمر، يعني كتكون محمره، راه هما اصلا تيكتبوها زيت الجلجلان المحمر حيت كاين هذا المحمر، وكاين زيت الجلجلان اللي كيكون خضر ما كيكونش محمر، اللون ديالها كيكون بحال لون الزيت الروميه او الزيت نباتيه كيكون شفاف. غادي نخلط زبده نوازيت وزيت الجلجلان كيعطيو واحد النكهه غزاله لهذا المسمن هذا. غادي نبدا بالحبه الاولانيه كتكون ارتاحت، غادي ندهن الرخامه علاش خدامه بشويه ديال الزيت باش نقرص، كتقرصوا بالزيت نباتيه، انا كنخدم بزيت العلفه ديال العنب، نتوما كتخدموا باي نوع من انواع الزيت، غنغطي هادو باش ما يديروش القشره. ملي كندهن بالزيت غادي نبدا نقرص في هاد العجينه هذه حتى تولي رقيقه، طبلا علاش خدامه تولي كتبان ليا بهذا الشكل، ورقتها حتى ولات الرخامه كتبان ليا. غادي ناخذ من الخليط ديال الزبده نوازيت وزيت الجلجلان المحمر، غادي نديرو في وسط من هاد المسيمنه، وغادي نجمع المسيمنه هكذا بشكل عادي، ونطولها هكذا تاني على شكل مسمن، ونحطها في بلاطو يكون مدهون او في صينيه مدهونه. الرغيفات بعد ما خدمتهم بهذا الشكل غلفتهم مليح في الماليمونتير، غادي نخليهم على جنب وندوز باش نوجد العقده باش غادي نعمرهم. عندي هنا اللوز قياس 240 غرام ديال اللوز، خديته فسختو درتو في المغليان وحيدتو القشره ونشفتو مليح، شخصيا صوبتو البارح باش ينشف على خاطر خاطرو باش ملي نخدمو يكون هو هذاك ناشف ما يكونش فيه الماء. 240 غرام ديال اللوز هكذا مفسخ خضر، غادي نزيد عليه 240 غرام ديال اللوز مفسخ
بعد ما فسختو درتو في الماء طايب وفسختو نشفتو مليح، دهنتو بواحد شويه ديال زيت نباتيه ودخلتو للفران حمرتو حتى تحمر هكذا تحمر مزيان. غادي ناخذ هذا اللوز ونطحنو مليح في الروبو. بعد ما طحنت المكونات اولا اللوز خضر واللوز محمر حتى ولاو هكذا على شكل بودر، غادي نزيد عندي هنايا ساشي ديال النكهه ديال الزهر، خديته ودقيت فيه قياس واحد 5 الحبات ديال المسكر الحره في هذا المهراز، غادي نزيدهم. غادي نزيد قياس 120 غرام ديال السكر سنيده وقبصه ديال الملحه باش ما تجيش هذه العقده باسله، وغادي نطحن هذه المكونات مليح. طحنت مليح سنيده مع المكونات، غادي نزيد قياس معلقه صغيره ديال القرفه بلديه مطحونه ومغربله، معلقه كبيره ديال الناباج، ما عندكمش الناباج تقدروا تعوضوه بالعسل او لا مربى ديال المشمش، قياس معلقه كبيره ديال الزبده نوازيت. غادي نسد الروبو نبدا كنطحن في هاد المكونات، وهما كيتطحنوا غادي نبدا كنزيد في مزهر، كميه مزهر على حسب نوعيه اللوز باش نتوما خدامين، واش رومي ولا بلدي، واش ميدم ولا لا، واش كيشرب ولا ما كيشربش. اهم حاجه تحصلوا على عقده اللي كتكون معلكه، منين وصل للقوام اللي بغيت غادي نعاود نرجع باش في الاخير كتحصلوا على عقده بهذا القوام معلكه. تاخذوا منها بهذا الشكل، ملي كتدوروها في يديكم اولا كتكركبوها في يديكم كتعطيكم عقده هكذا رطبه مخدومه ومعلكه، كتكون شويه مرخوفه ما كتكونش عقده بزاف اولا قاسحه. العقده من بعد ما وجدت خديتها وشكلتها هكذا على شكل كويرات، غادي ناخذ الرغيفه غادي نقرصها حتى نرققها مليح. الا شفتوها غادي تلصق لكم في الطبله علاش نتوما كتقرصوها تقدروا تعاونوا بشي شويه ديال الزيت. غادي ناخذ قطعه اولا موس وغادي نجي للوسط ديال هذا المربع ونفلح هكذا، نجيب العقده الكره ديال العقده وديما غطيوها باش ما تيبش، وغادي نضغط عليها واحد شويه باش تجي هي هذيك في وسط من هاد الرغيفه ويجيو مفينين ومقادين بهذا الشكل. نجيب هاد الجهه الفوق ونبدا نهز فيها هكذا، ونجيب لهاد الجهه الاخرى ونهزها عاود ونجيبها لهنا ونضغط عليها واحد شويه ونفيني باش تاخذ شكل مربع ومقاد بهذا الشكل باش كتحصلوا على رغيفه بهذا الشكل كتجي مفينيه ومقاده. الرغيفات من بعد ما كملت العماره ديالهم وفينيتهم ستفتهم في لاطه اللي سبق لي وفرشت فيها ورق الطهي، سبق وشعلت الفران خليته كيسخن على درجه حراره 250 شاعل غير من التحت، شعلتو خليته كيسخن مليح تقريبا واحد 20 دقيقة هو كيسخن، عاد غادي ندخلو الرغيفات، غادي ندخل الرغيفات للرف الوسطاني ونخليهم شاعل عليهم غير لتحت كيطيبو على 250 درجة سيلسيوز مدة 10 ديال الدقايق بالحساب. من ورا 10 دقايق غادي ننزل درجة حرارة ديال الفران من 250 لمية وثمانين ونخليهم ديما شاعل عليهم غير لتحت حتى كيطيبو كيتورقوا كيتنفخوا كتحسوا بهم تحمروا من التحت ومن الجناب. ما تحلوش الفران الله يعطيكم ستر باش هاد الرغيفات يتنفخوا ويجي الشكل ديالهم فحال الرغيفات المقليين كيجيو هكذاك بومبي ومنفوخين، واهم حاجه كيجيو مورقين. ملي كتاكدوا ان الرغيفات طابوا صلاة النبي كطفيو عليهم الفران من التحت وتشعلوا عليهم شويه من الفوق باش كيتحمروا كياخذوا لون مذهب. المسمنات بعد ما طابوا كيجي الشكل ديالهم هكذا، يلاه خرجتهم من الفران باقيين سخان، غادي نحاول نوريكم شي وحده نوريكم الطراخ كي كيجي واخا باقي سخان. شوفوا لي الطراخ كيجيو مورقين محمرين محمرين من التحت ومورقين كاملهم ومحمرين حتى من الفوق، تقدروا تشوفوا الورقه على اختها احسن كاع من المقليين سخان. او غادي ناخذ هاد المسمنات نديرهم في لاطا تكون مجموعه والجناب ديالها طالعين باش نعسلهم،
كتحاولوا انكم تعسلوه وهو مسخن، زربوا شويه في الخدمه الله يعطيكم الستر باش يشربوا لكم شويه العسل. وغادي نبدا نسقي فيهم بالعسل اللي نسمت بشويه ديال الروح ديال الزهر. بالنسبه للعسل كتخدموا به وهو بارد عادي، ما محتاجينش انكم تسخنوه ولا شي حاجه، يكفي ان الرغيفات يكونوا سخان. كي تخرجوهم من الفران كتعسلوهم، وغادي نبدا نعسل هاد الرغيفات وحده بوحده. بعد ما سقيت الرغيفات بالعسل غادي نبدا نزين فيهم بشويه ديال اللوز مفسخ محمر في الفران ومهرمش. كديروا سوا هاد اللوز هكذا مهرمش او اللوز اي فيلي على حساب نتوما واللي بغيتو. من بعد ما زينتهم باللوز محمر ومهرمش انا طفيت الفران، غادي ندخل الرغيفات للفران وهو سخون باش ترجع عليهم الحراره ديال الفران ويزيدوا يتعسلوا ويتعلقوا في هذا العسل هذا ويزيدوا يشربوا. الشكل النهائي ديال الرغيفه من بعد ما كتشرب العسل كتقدموها بالصحه والراحه مرفوقه بكاس ديتاي كتجي كتحمق. زينوا بها المائده ديالكم صباح العيد في الفطور، جايين عندكم ضياف، الافراد العائله كتجي رائعه، كتشوفوا الشكل ديالها كي كتجي صغيره وزوينه ومورقة. أهم حاجة كتجي مورقة، كتشوفوا الورقة على أختها كتجي كلها مورقة ومقرمشة ومقرملة، ومن الداخل كتجي بهذيك الحشوة معلكة بمذاق، كتجي بنينة، وأهم حاجة كتجي خفيفة لأنها ما مقلياش في الزيت وطيبة غير في الفران. سمعوا لي التقرميشة. كتحمق ملكية فاخرة بامتياز، متأكدة مليون في المية نهار تجربوا هاد الوصفة غترحموا ليا الوالدين وغادي تولي عندكم معتمدة، بالإضافة لباقي الوصفات ديال الرغيفة الأخرى اللي شاركت معكم في القناة. وكونوا على يقين اللي داق عندكم هاد الرغيفة غيطلب لكم المكونات وطريقة التحضير ديالها، حيت كتجي غزالة خفيفة مقرمشة مورقة ومعلكة في نفس الوقت وبنينة كتحمق. وكيف ما جرت العادة الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفة ما تنسونيش من الآراء ديالكم في التعليقات والتطبيقات ديالكم، بعتوهم ليا في الصفحه ديالي في الانستغرام. ما بقى لا نقول لكم صحه وراحه، الى عجبوكم رغيفات العيد في الفران ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم طيب اللي كتخليو ليا سواء في التعليق في القناه او في الصفحه ديالي في الانستغرام وفي الفيسبوك. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين، تشاو.